صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا موضوع حلقتنا النهارده حول حق يعني من الحقوق الاساسيه لاي انسان ايا كان من اي دوله او في اي شكل كان، الا وهو حق المأوى. ولكن يعني الحقيقة طبعا كل دولة وحسب ظروفها وحسب تعداد سكانها وحسب التنوع الديموغرافي للسكان في هذه الدولة بيصبح يا إما هناك مشكلة في الإسكان أو عدم أو لا يوجد مشكلة في الإسكان. والحقيقة خلال يمكن 30-40 سنة الماضية كان هناك الحقيقة مشكلة مزمنة في مسألة الإسكان في مصر، وما هو تعريف بالضبط المأوى المناسب للإنسان لكي يعيش حياة كريمة. ولكن الحقيقة يعني خلال يمكن 7-8 سنوات الماضية لوحظ جهود كبيرة جدا وشقة الحقيقة للدولة لمحاولة حل جذري لأزمة الإسكان والعشوائيات في مصر. فحول هذا الموضوع وحول التطور الموجود في منظومة الإسكان في مصر هيدور حوارنا النهاردة صديقي المشاهد. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء. اهتمت الدولة المصرية بحقوق المواطن المصري في المسكن اللائق باعتباره أحد أهم مقومات حياة كريمة للمواطن المصري، وقد خطت الدولة المصرية بخطوات غير مسبوقة في كل أماكن مصر مثل مشروع السكن الاجتماعي وإتاحته لكل فئات الشعب المصري، والذي يعد أحد البرامج المصرية التي وصل الإنفاق فيها إلى أكثر من 430 مليار جنيه. من الجدير بالذكر أن مصر واحدة من دول العالم الرائدة التي ضمنت الحق في السكن في دستورها، وفي هذا الإطار عملت مصر على توفير سكن لائق للجميع من خلال برامج موسعة لدعم الإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني من أجل توفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتي تفتقر للخدمات وزيادة التغطية في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. فالدولة المصرية تعتبر أن الحق في مسكن ملائم من أساسيات الحماية والرعاية لكافة مواطنيها، فهو يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس. من هنا برزت أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع. رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، ويعني النهاردة يعني منورانا طبعا ومشرفانا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذتنا الأستاذة الدكتورة أماني فوزي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. معلش عطلناكي شوية النهاردة. لا طيب معلش قبل ما نخش في المشروعات والإسكان والكلام اللي هو فيه تفاصيل كتير، هل هناك وعي في مصر بالذات يعني لدى المجتمع المصري بشكل عام عن مفهوم المسكن اللائق، ولا لسه احنا ما وصلناش بكل طبقات المجتمع إلا أنه حتمية وجود مسكن لائق؟ يعني إيه أصلا مسكن لائق؟ سكن لائق يعني سكن ملائم آمن صحي. يعني مش بس مجرد أربع جدران أو سقف أو مكان مغلق، لا، لازم يكون في مواصفات أو في حد أدنى من المعايير للمكان أو للسكن للمواطن. نقطة الوعي هقول لحضرتك عليها، بس يعني المعايير إحنا نفسنا نحكم إزاي إن السكن ده لائق ولا لا. أول حاجة ضمان الحيازة، يعني المواطن او الساكن مثلا يحس انه ما فيش حاجه اسمها اخلاء قصري او انه في تهديدات قانونيه او انه هيسيب المسكن ده لاي سبب. أوكي. يعني لازم يبقى حتى لو ايجار او تمليك فهو عارف انا وقتي قد ايه وقاعد قد ايه، ففي ضمان للحيازه. في كمان توفر الخدمات والتجهيزات والمرافق والبنيه التحتيه. لا يعتبر السكن لائق لو ما فيش مصدر للمياه النقيه المامونه، ما فيش صرف صحي، شبكه صرف صحي لائقه، ما فيش الوقود المستخدم في المنزل او مصادر الطاقه. أوكي. لو الكهرباء او اي شكل من الاشكال التانية. تمام. وده شفناه فعلا في حاجات ميدانيه نزلناها. أوكي. شفنا تفاوت موجود كل تفاوت اللي انت كل حاجه بتقوليه ده موجود جداً. في كل حته في يعني كان او هل يعني كان في تطوير. طب معلش سؤال بعيدا شويه من الناحيه الاجتماعيه، ليه وصلت مشكله العشوائيات بالذات؟ لانه ده موجود في كان موجود في العشوائيات. تمام. بشكل كبير جدا. ليه ايه اصل مشكله العشوائيات؟ ليه بدات وليه تفحمت بالشكل الكبير قوي في مصر بالذات؟ مش مصر، وتلاقي مثلا دوله زي البرازيل، دوله زي المكسيك، دوله زي الهند. تمام. يعني في عدد من دول العالم فيها الازمه بتاعه العشوائيات. ليه هي بدايتها هي
العشوائيات أصلا بتتكون لما الناس بتنزح من الريف أو بتهاجر من مكان لآخر داخل الدولة. تمام. مكان ما فيهوش خدمات أو ما فيش فرص عمل. أوكي. دي كانت البداية. أوكي. أساسها تكوين العشوائيات إنه الناس جت اتنقلت من الريف لأطراف المدن أطراف كمان. أوكي. إن هم بقوا يستقر في مكان بيبني بأي مواد بناء ممكن تبقى صفيح أخشاب. أوكي. يعني فهي البداية إنه كده. أوكي. فضل الموضوع يتفاقم لغاية ما جاب أهله بقى لما لقى عيش وبتاع جدا عيش وبقى اللوجيكلي يعني وفكرة بقى أنه عنده وعي يخلف بقى وبتاع ويبني فوقها عيشة تانية تزادت قوي الأماكن العشوائية كان فعلا في مصر فيها كذا منطقة كتير جدا. فالفكرة أنه الناس لما جات واستقرت فكرة بقى أنه واعي أن ده مسكن لائق ولا لا ما كانتش موجودة لأن إحنا حتى الأماكن اللي تم تطويرها كانت أماكن عشوائيات غير آمنة يعني مهددة بتهدد حياة المواطن نفسه انهيار كتل صخرية معرضة للسيول مبنية مواد بناء مش صالحة أو مش مواد المبنى يستحمل وكمان أو المناطق غير المخططة إن هي مبنية مش في مكان خطر ولا حاجة بس ما فيهاش مرافق وما فيش خدمات ومش قريبة من المدارس والرعاية الصحية فكانت منعدمة كل الحاجات دي مش واصلة لها. فالفكرة تفاقمت قوي ما كانش بقى فكرة الوعي ان المواطن انا مستقر هنا وعارف انا بشتغل في ايه وببيع ايه والناس بقوا عارفيني. طب معلش سؤال رزل انا اسف يعني لا اتفضل. هل سوق العقارات في أزمنة من الأزمنة الكتيرة أو اللي عدت في مصر كان أحد الأسباب أو هيكلة سوق العقارات نفسه كان أحد الأسباب اللي المواطن اكتفى بخلاص ما أنا هجيب منين ما أنا كده كويس وحلو ما دام عايش تمام يعني هل دي أحد المشاكل اللي أدت برضو إلى تفاقم الأزمة بشكل أكيد هي المشكلة مادية اقتصادية بقى. بالدرجة الأولى. أوكي. يعني هو لو معاه إمكانيات ما كانش هيقعد على أطراف المدن ولا هيبقى قاعد في مكان ما فيهوش خدمات ومرافق وأمن ورعاية صحية. صحيح. فطبيعي إنه ولو كان في شغل في قريته ما كانش ساب قريته أصلاً يعني دي حاجة تانية خالص يعني حاجة كده ليها علاقة بواحد كان بيطمح انه يحسن مستوى المعيشة او يتنقل للعاصمة ويبقى هو واسرته وحاسس انه ده نقلة حضارية بالنسبة له او هلاقي فرصة عمل. أكيد. فللأسف لا ما كانش فيه بقى فكرة انه طب هو عنده وعي وعارف انه المفروض مسكنه يبقى ايه مواصفاته وايه المعايير الدنيا اللي هيبقى محتاجها. صحيح. صحيح. بس للأسف الامكانيات المادية وقدراته الاقتصادية ما كانتش تسمح ابدا. تمام. فدي يعني دي كل اسباب وده موجود تاني ده موجود في دول كتير جدا في العالم اللي هي لسه بتنمو كل دوله كل دوله فيها المناطق الحضاريه المستقره للشكل الحضاري المناسب وفيها برضو فئات وفي مستويات برضو لتدني مستوى المعيشه في مناطق معينه في دول كتير من المعايير كمان الدنيا انه السكن يبقى لائق انه الموقع لو المسكن لا يكون لائق يعني او يطلق عليه ان هو سكن مش مناسب لو بعيد عن الخدمات وبعيد عن مدارس ورعاية صحية وأماكن يعني أو أماكن فرص العمل كمان أو أماكن العمل فين المواصلات اللي توصله من المكان ده لمكان عمله. تمام. فدي أشكال كتير قوي بتقول إنه المسكن ده لائق ولا لا ولا غير لائق. تمام. والوعي موجود ولكن في عائق القدرات المادية والاقتصادية اللي موجود. طيب هل وده سؤال معلش برضو أنا آسف على البواخاء هل مسؤولية الدولة إنها توفر هذا المأوى المناسب الملائم لأفراد المجتمع ولا هي مسؤولية مشتركة ما بين المجتمع المدني والدولة وبعض الجهات الأخرى في دولة زي مصر محلنا كده. تمام. في فكرة أو قضية توفير حق المواطن في سكن ملائم ولائق وآمن وصحي مسؤولية الجهات المسؤولة يعني هي من القضايا اللي ما ينفعش مبادرات فردية تشبعها طبعا. يعني لازم الدولة بمؤسساتها لأنها منظومة كده ليها عناصر معينة وبالتعاون مع القطاع الخاص لأن الدستور في مصر أو حتى فكرة السكن اللائق دي مش حاجة حديثة أبدا من 1948 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بينص على حق المواطن في مسكن آمن ولائق وصحي بما يحفظ كرامته الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية النص كده. إحنا عندنا في الدستور كمان دستور 2014 الدولة تكفل للمواطن الحق في سكن آمن وبيئي وصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. جميل. ده منصوص عليه. جميل. الدولة مسؤوليتها في المقام الأول علشان. طيب. كده في مشروعات بقى كتير هي دي بقى يعني الدولة اللي بتتولى هي دي بقى يعني هل يعني مدام هي اتفقنا انه هي دي مسؤولية الدولة بشكل أساسي بالشراكة طبعا مع القطاع الخاص والقطاع هل ده الاتجاه اللي احنا لانه هي الأزمة الإسكان احنا بنتكلم من الثمانينات والسبعينيات
وكان في أزمات متتالية الحقيقة، ولكن فعلا واضح أنه في جهود مختلفة تم أخذ الموضوع بشكل وجهة نظر مختلفة تماما من الدولة. فإيه الآليات اللي بدأنا فيها خلال يمكن الأولي العشر سنين اللي فاتوا عشان نحاول نحل الأزمة شوية؟ في من المبادرات او من يعني الدوله بتتولى مشروع الاسكان الاجتماعي ده بقى لها فتره طويله جدا. في مثلا من نوفمبر 2017 وفي من قبل كده كمان، بس هنتكلم على ابرز يعني الحاجات او على سبيل المثال اللي كان لها تاثير اقوى يعني على 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 حل الازمه نفسها. يعني الحاجات بقى اللي فعلا على ارض الواقع عملت حاجه. مش لما وزاره التضامن الاجتماعي عملت قائمه كده بمين الاسر الافقر او الاولى بالرعايه او نسبه الفقر اللي طلعت في الوجه القبلي مثلا على مستوى مصر، لو احنا بنقول الفقر 30% الوجه القبلي 70% من ال 30% دول في الوجه مقارنة بالبحر. دي نسبة كبيرة جدا. فالقائمة بقى بتاعة أسر الأولى بالرعاية دي أو الأشد فقرا الأول بدأوا إن هم يديهم تكافل وكرامة ومعاش ضمان والحاجات دي. هل معنى إنه الأكثر فقرا يبقى عنده مشكلة مأوى ولا مش شرط؟ لا شرط جدا. يعني الشكل العام للمسكن او الاماكن المهمشه الفقيره المحرومه اللي في الوجه القبلي المسكن بداوا يعملوا ايه، مفيش اسقف ومفيش مياه شرب نقيه مامونه، مفيش صرف صحي، كل الحاجات دي بتاثر على الاوضاع الصحيه والبيئيه وتنعكس على مؤشرات تنميتنا البشريه احنا. صحيح. يعني صحيح. مصر كل ما تهتم بقد ايه اهتمت بالظروف والاوضاع المعيشيه دي ينعكس على ترتيبنا احنا. عشان كده مصر اتقدمت 19 مركز اللي هو كان من 119 بقت رقم 89 عالميا فيما يتعلق ببعض بنود التنمية البشرية اللي منها حق المواطن والقضاء على الشكل العشوائي. حضرتك كنت بتسأل ايه اهم الحاجات، ايه الآليات؟ مثلا لو هناخد برنامج سكن كريم ده من نوفمبر 2017 كان ليه أهداف، مين الناس المستهدفة أصلا أو هم بدأوا لي جابوا القائمة بتاعت تكافل وكرامة اللي احنا حددنا من الأول. الكلام ده بناء على الدراسات الميدانية، يعني نزلوا وطبقوا في الميدان وشافوا مين الأفقر أشد فقرا علشان نبدأ نديهم معاش وتكافل وكرامة وبالتالي نبدأ كمان نطور بقى في المسكن أو نشوف احتياجاتهم. أسقف الترميم، أسقف المنازل، توصيل وصلات مياه شرب نقية لأن دي من أكثر المشكلات الصحية. صحيح. في الاماكن دي اللي هترتب عليها الصرف الصحي دول كانوا مشاكل كبيره جدا. صحيح. يترتب عليها تكلفه للمواطنين وللدوله ان هي هتوفر علاج كلى وكبد ومشكلات والتداعيات الصحيه بتاثر على الانتاج الدوله بشكل عام. يعني طبعا. من موازنه الدوله المفروض ان كان في الدوله في الموازنه العامه بتاعه 2021 2022 زادت بس الميزانيه المخصصه لبرامج الاسكان الاجتماعي ان هي محدودي الدخل ومتوسط الدخل يبقى عندهم مسكن او بشروط معينه بشروط دفع ميسره زادت ب 36.8% الميزانيه المحطوطه بس للاسكان. طب معلش ما هو سؤال، هل لما اصرف كدوله لما اصرف او ازود الميزانيه في هذا البند بالاخص هل انا على المدى البعيد بوفر في ميزانيات أخرى قد أضطر ليها زي بالذات الصحة، صحة السكان والتأمينات الصحية وحتى التعليم ومخرجات العمليات التعليمية وإنتاجية الفرد؟ يعني هل فعلا المبلغ ده مش بيتصرف مش بيروح هباء، ليه مردود مادي حتى سيبك من المردود الأدبي، هل ليه مردود اقتصادي؟ يعني لو ما كانش الدفع المبلغ ده او كام مليار وزادوا اللي هو 36.8 في السنه اللي بعدها كان هيدفع اضعاف المبالغ دي في رعايه صحيه وتكبد خسائر تانية ليها علاقه حتى احنا ترتيبنا في مستوى في مؤشر التنافسيه العالمي والتنميه البشريه ان احنا نتراجع دي مشكله عندنا في الاستثمار ان ما فيش بنيه تحتيه. صح. واستثمر فين يعني اي مستثمر اجنبي هيجي يستثمر في بلد يعني تنميتها واقعه يعني ما ينفعش، فده بيتجنب فده مكسب جدا. يعني انا بصرف على ده علشان اهيئ الناس دي تبقى مهيئه انا. صحيح. كمان كدوله اقتصادي مهيئ يعني عالميا لترتيب محترم جدا. صحيح. ينفع يستقبل حاجه تزود لي دخلي وينعكس برضو على المواطن. صحيح. فبرنامج تكافل وكرامه برنامج سكن كريم ده تمام
ده اللي كان بيصلح ما بيبنيش من الاول ولكن بيضيف لا بيضيف بيشوف ايه الخدمات والتجهيزات اللي مش متوفره. تمام. وهو ليه مراحل، يعني في مرحله اولى مثلا بداوا بكام اسره كام قريه، هو المستهدف 4500 قريه اللي عرفنا في مشكله 4500 اتعامل منهم في المرحله الاولى 143 قريه، لان ما هي انا عارف ان العدد ده بالنسبه للكم اللي المفروض يوصلوا له يعني يبدو صغير بس الشغل كتير بس تكلفه كبيره جدا، يعني 3900 ترميم سقف مش عارف كام اسره، يعني هي احنا بنقول 4500 قريه جواهم كام اسره كمان وكم منزل، تفاصيل فعلا واخده وقتها. مين القائمين كانوا القائمين على المشروع؟ الدوله ولا في شراكات مع القطاع الخاص، ولا القطاع الخاص شايل ايده من الليله دي خالص لا هي وزاره التضامن الاجتماعي، يعني الدوله هي المسؤوله عن الحاجات البرامج الدعم دي. طيب. لكن القطاع الخاص بيتدخل في حاجات تانية يعني مش بتاعه الدعم قوي كده، يعني القطاع الخاص مش بيدعم لا أوكي. بس هو ليه حاجات تانية في متطلبات بيشارك فيها برضه او ممكن أوكي. ممكن يعني لو هنتكلم عنها كمان شويه القطاع الخاص ليه دور في حته تانية بقى مش اوكي اوكي مش طيب نكمل بقيه قبل ما وقتنا يسرقنا عشان حلقات رمضان بتبقى صغننه خلص كده تاني غير هذا المشروع في مشاريع ماشيه، المشاريع كلها بتمشي بالتوازي ولا في خطه استراتيجية أكبر لحل أزمة الإسكان فالمشاريع بتمشي واحد تلو الآخر؟ لا في بعض المبادرات والمشروعات ماشية بالتوازي، يعني مثلا لما الدولة بتقضي على العشوائيات، حتى صندوق إحنا الأول كان اسمه صندوق تطوير العشوائيات، كلمة عشوائيات دي اتشالت من العنوان نفسه فاسمه صندوق التنمية الحضرية. يعني مش بس قضاء على فكرة العشوائيات والشكل الحضاري، كمان العنوان مش حاجة اسمها صندوق تطوير عشوائيات يتشال بالضبط لأنه عمتار عشوائيات ليه فبقى التنمية الحضارية صحيح. فدي صحيح. حاجة مؤشر من المؤشرات انه حتى التفصيلة دي مهمة جدا على طبعًا. فكرة طبعًا. انه مش تطوير عشوائيات مفيش ما ينفعش يبقى في عشوائيات اصلا عشان نطورها ليه؟ هو إلى الآن هل احنا موضوع العشوائيات ده خلاص تقريبا انتهى تماما ولا لسه فاضل فيه بواقي بقية؟ لغاية الآن 95% من العشوائيات اللي هي الخطرة غير الآمنة وغير المخططة 95% منها اتحل. تمام. حتى انه حاليا بقى في حاجة بتحصل كويسة جدا، احنا بنتكلم عن وعي، طب هم السكان عندهم وعي انا مسكني آمن ولا لا، او انا ايه متطلباتي، ناقصني ايه في مسكني. في دلوقتي برامج، يعني احنا عندنا حاجات كده في المركز، احنا بننزل الدراسات الميدانية بنشوف الناس اللي اتنقلت لإسكان الأماكن البديلة الجديدة. ففي مثلا برامج لتأهيل الناس اللي اتنقلت للأماكن دي، طب راضي عن ايه، مش مرتاح في ايه، طب نأهله ازاي، لان في ناس خدت شقق هو مش واخد على انه قاعد في بيت مقفول مش متعود على ده اوكي. فدي محتاجه اقلمه، ففي ثقافه كده معينه. هل كان في ريزيستنس زي ما بيقولوا او مقاومه للنقل من المنطقه العشوائيه اللي هم فيها لحد ما انه كان عارف انا شغلي هنا انا حياتي رتب حياته على بيت مقفول مش ثقافتي، انا قاعد في مكان مفتوح قاعد مع الجيران وقاعد مع صحابي. طب بس في النهاية هل بعد فترة من الزمن بيتم إعادة التأقلم على المناطق الجديدة ولا برضو بيفضل الحنين إلى العشوائية؟ لا يعني هو بيحسوا بعد كده في فرق، يعني كان ليهم برضو ردود فعل إيجابية، مش الكل كان ناقم ولا حاسس أنا مشيت من مكاني ليه، بالعكس ما هو التطوير ده هينعكس عليه هو وأسرته والخصوصية اللي بقت فيها. يعني الأول كانت ما فيش فكرة ثقافة إنه في شقة مقفولة على حد، ما كانش فيه. مرسي معلش يا دكتور أماني وقتنا خلص بسرعة جدا، ولكن يعني يا ريت تنورينا مرة أخرى نكمل حوارنا حول بقية المجهودات، لأنه واضح إن لسه في مجهودات كتير جدا في مجال الإسكان وحل أزمة الإسكان، ولكن يعني للأسف طبعا معلش إحنا آسفين، كل سنة وأنتم طيبين، وقتنا في رمضان ضيق للغاية، ولكن يعني الحقيقة أستاذتنا طبعا الأستاذة الدكتورة أماني فوزي اتكلمت بمنتهى الأمانة حول الوضع الحقيقة وأسباب الأسباب الجوهرية للوضع اللي وصلنا له والجهود الحقيقة اللي تم بذلها والفكر المختلف نسبيا عن ما سبق في موضوع وجود حق المأوى لكل مواطن في مصر، اللي أقرنا أنها دي طبعا مسؤولية الدولة بشكل أساسي، والحقيقة الدولة فعلا بتحاول جاهدة أنها تحلها. نشكرها شكر جزيل للغاية أستاذتنا الأستاذة الدكتورة أماني فوزي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية والجنائية. نشكرك صديقي المشاهد وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد. We'll be right back.